شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الحلقات يدور بإذن الله تعالى حول الخطبة الفدكية التي ألقتها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله، في مسجد أبيها رسول الله، حول قضية فدك. العلماء منذ القدم اهتموا بهذه الخطبة وعكفوا عليها وعلى التدبر فيها. لا أقول إنهم عكفوا على التدبر في كل جملة جملة منها، وإنما عكفوا على التدبر في كل كلمة كلمة منها، وذلك ليستخرجوا الكوامن المطوية فيها. الشعراء أيضا اهتموا بهذه الخطبة ونظموها في قصائد شعرية، وكانت هنالك جمهرة كبيرة من المؤمنين تحفظ هذه الخطبة عن ظهر القلب، وكانت هنالك أيضا جمهرة تقوم بتشويق الأجيال الناشئة على حفظ هذه الخطبة. كانوا يشوقون أولادهم، كانوا يشوقون بناتهم، كانوا يشوقون أبناءهم في مقتبل العمر على حفظ هذه الخطبة. هنالك كلمة ينقلها شرف الدين رحمة الله تعالى عليه في كتابه القيم المراجعات في صفحة 392، يقول شرف الدين
رحمة الله تعالى عليه وللزهراء عليها السلام حجج بالغة، يعني في قضية الإمامة، وخطبتاها في ذلك سائرتان. وكان أهل البيت يلزمون أولادهم بحفظها كما يلزمونهم بحفظ القرآن. حفظ الخطبة الفدكية كانوا يلزمون أولادهم بحفظ هذه الخطبة كما يلزمونهم بحفظ القرآن الكريم. حفظ الخطبة الفدكية كان يمثل مفردة من مفردات نظام كلي يمكن أن نطلق عليه نظام المحفوظات. كانوا يشجعون أولادهم بنين وبنات على حفظ القرآن الكريم منذ بدايات العمر. كانوا يشجعون أولادهم على حفظ خطب وكلمات من نهج البلاغة. كانوا يشجعون أولادهم على حفظ الأدعية. كانوا يشجعون أطفالهم وأولادهم على حفظ الزيارات التي يزار بها المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين. وكانوا يشجعون أطفالهم ويحرضونهم أيضا على حفظ الخطبة الفدكية. الآن يمكن واحد يقول: وما هي أهمية المحفوظات الآن في العهد الراهن؟ نجد أن الكثيرين لا يهتمون بنظام المحفوظات، وينقل أنه قيل للشخص إن فلانا حفظ الكتاب الكذائي فقال: زادت نسخة في البلد. ما هي قيمة أن تزيد نسخة في بلد من كتاب معين؟ ولذلك نلاحظ في هذه الفترة الأخيرة الاهتمام بنظام المحفوظات قل. الحقيقة نظام المحفوظات نظام مهم جدا، ومن الضروري علينا أن نعود جميعا إلى نظام المحفوظات. لماذا؟ لأن هذه المحفوظات تتحول إلى جزء من كيان الإنسان. هذه المحفوظات تصوغ فكر الإنسان وتصنع روحية الإنسان. هذه المحفوظات تؤثر في الرؤية أولا، كيف تنظر إلى الحياة وكيف تنظر إلى الأحداث. هذه المحفوظات تؤثر في رؤيتك، هذا من جانب. من جانب ثاني، هذه المحفوظات تمتزج بروح الإنسان. الإنسان عندما يحفظ القرآن الكريم، القرآن الكريم يصنع الروحية، يصوغ الشخصية، يتحول هذا القرآن إلى نور في الباطن. الذين يحفظون القرآن الكريم بشرطه وشروطه يشعرون بنور في باطنهم.
فإذن هذا النظام نظام مهم جدا، وينبغي علينا جميعا أن نعود إلى إحياء هذا النظام. هنالك شخص معين في قضية معينة اعتقل، هو ومجموعة، ووضع هؤلاء في زنزانات انفرادية وقطعوهم عن العالم الخارجي بالمرة نهائيا، حتى صوت كان ينبغي أن لا يصل إليهم من الخارج. ينقل أن جميع هؤلاء الأشخاص أصيبوا بالجنون. واحد إذا يقطعوا عن العالم الخارجي بالمرة يمكن بعد فترة قليلة أن يصاب بالجنون. كلهم أصيبوا بالجنون إلا شخص واحد منهم، أعوام طويلة عاش في هذا الوضع ولكنه لم يصب بشيء. وعندما سئل فيما بعد لماذا تمكنت أن تحفظ نفسيتك وروحيتك، قال لأني كنت حافظا للقرآن الكريم. القرآن الكريم يعطي للإنسان القوة، يعطي للإنسان المقاومة، يعطي للإنسان المنعة في مواجهة الأحداث في المنعطفات. ولذلك ينبغي علينا أن نعود جميعا إلى نظام المحفوظات، ونحفظ ونشوق الأجيال الصاعدة على حفظ القرآن الكريم وحفظ نهج البلاغة وحفظ الصحيفة السجادية وحفظ الأدعية وحفظ الخطبة الفدكية. الخطبة الفدكية لها موقع مهم جدا. الخطبة الفدكية تحتوي على رؤى عقائدية، ونحن نحتاج إلى العقيدة. العقيدة تمثل القاعدة التحتية التي تبنى عليها جميع البنى الفوقية. هذه الخطبة الفدكية تحتوي على رؤى عقائدية. الخطبة الفدكية تحتوي على رؤى تتعلق بالتشريع، نظام التشريع في الإسلام. الخطبة الفدكية تتناول كثير من هذه التشريعات وتبين الحكم والعلل الكامنة وراء هذه التشريعات. الخطبة الفدكية تحتوي على رؤى تاريخية مهمة، وهذه الرؤى تتعلق بتلك الفترة التأسيسية الأولى التي بنيت عليها جميع الفترات اللاحقة. الرؤى العقائدية، الرؤى التشريعية، الرؤى التاريخية. ولذلك ينبغي أن نعود إلى هذه الخطبة ونستلهم منها الرؤى والأفكار. هذه كلمة حول موقع هذه الخطبة. هنالك كلمة ثانية تتعلق بسؤال يثار كثيرا ما يطرح هذا السؤال، وهنالك كثير من الأفراد يطرحون هذا التساؤل. هؤلاء يقولون إن هذه الخطبة ألقيت قبل حوالي 1400 عام. هذه الخطبة تتناول أحداثا
تاريخية مر عليها ما يقرب من 1400 عام. لماذا نعيش الماضي؟ أليس من الأولى أن نعيش الحاضر؟ أن نفكر في حل مشكلات الحاضر وأن نفكر في بناء المستقبل. نجيب على هذا التساؤل المطروح بثلاثة أجوبة. الجواب الأول ويمثل جوابا نقضيا أولا: قبل ألوف الأعوام كان هنالك أخوان لم يتمكن أحدهما أن يتحمل وجود الآخر فقتله وانتهت القضية. القاتل والمقتول وفدا على ربهما ونالا جزءا من جزائهما العادل وانتهت القضية. لماذا القرآن الكريم يخلد هذه القضية التاريخية؟ لماذا يخاطب الله تعالى نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله ويقول له: واتل عليهم، اتلو يعني اقرأ، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لماذا من 1400 عام الأمة المسلمون يتلون هذه الآية؟ لماذا ملايين المسلمين الآن يتلون هذه الآية؟ لماذا ملايين المسلمين سيظلون يتلون هذه الآيات المباركات إلى أن تنتهي الأرض ويرث الله الأرض ومن عليها؟ أليس من الأولى أن نهتم ببناء الحاضر وبناء المستقبل؟ لماذا نعيش الماضي؟ لماذا القرآن الكريم يخلد قضية نبي الله إبراهيم ونمرود؟ لماذا القرآن الكريم يخلد قضية نبي الله موسى وفرعون؟ فوق ذلك الأحداث التي جرت في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لاحظوا القرآن الكريم، القرآن الكريم لا يتعامل مع هذه الأحداث بمنطق أنها قضية حدثت وانتهت. هذا المنطق الذي يعيشه البعض الآن، يقولون تلك قضايا جرت وانتهت فلنسكت عنها. القرآن الكريم يخلد هذه القضايا بشقيها، الشق الإيجابي والشق السلبي أيضا. ألا يقول القرآن الكريم يخاطب المسلمين، يخاطب صحابة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لاحظوا في سورة آل عمران: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم
قضية انتهت. المسلمون كثير منهم خذلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وفروا في معركة أحد إذ تصعدون، فروا في الأرض والرسول يدعوهم ولكنهم فروا وواصلوا الهزيمة. القرآن الكريم يخلد هذا الموقف. لا تقولون هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وآله، قضية انتهت لا تتكلموا فيها. بعض هذا منطقهم، يقولون أولئك قوم عصمنا الله من دمائهم فلنعصم عنهم لساننا. القرآن يخلد هذا الموقف السلبي كما يخلد المواقف الإيجابية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الآية في سورة آل عمران، لاحظوها. في آية أخرى في سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى يقول إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. من هؤلاء القائلون؟ من الذين ظنوا بالله الظنون؟ كانوا مجموعة من صحابة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. القرآن لا يعتبر للصحابة قيمة مطلقة، هذا الصحابي انتهت القضية بعد لا نتكلم. القرآن يقول وتظنون بالله الظنونا. القرآن يقول وبلغت القلوب الحناجر. القرآن يقول عن منطق بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله إنهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا موقف سلبي القرآن يخلده. لا يمكن فقط أن ننظر إلى الجانب الإيجابي من تاريخ هؤلاء. الجانب الإيجابي يجب أن يخلد، والجانب السلبي أيضا يجب أن يخلد. القرآن خلد. لماذا خلد القرآن هذه المواقف؟ سؤال نوجهه للذين يقولون لنعش في الحاضر ولنترك التاريخ. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، وهذا الجواب يمثل جوابا نقضيا ثانيا، إذا كان هذا المنطق صحيحا فيجب أن نلغي كتب التاريخ كلها في البحر. أو على الأقل نلغي الجانب السلبي منها. ويجب أن نغلق من جامعاتنا العلمية جميع المعاهد التي ترتبط بالتاريخ وبعلم التاريخ. ألا تكفينا هموم الحاضر وآفاق المستقبل؟ لماذا نعيش التاريخ؟ لماذا نعيش الماضي؟ الجواب الثالث، وهذا الجواب يمثل جوابا حليا، التاريخ يصنع الحاضر، يوجه الحاضر ويصنع المستقبل. التاريخ جدا مهم. التاريخ للأمة كالذاكرة للفرد. الذاكرة ما هو دورها للفرد؟ إحنا عندما نولد ونحن لا نعلم شيئا.
الله تعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بعض العلماء يقولون حتى الطفل عندما يولد الضروريات الأولية لا يعرفها، يعني الطفل لا يعرف اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال، قانون الذاتية اللي تبنى عليها العلوم المنطقية الحديثة ما يعرف أي شيء، هكذا يقولون لا تعلمون شيئا، كل شيء الطفل ما يعرف، ضعيف إلى أبعد الحدود في مواجهة الحياة. شيئا فشيئا على أثر الاحتكاك بالحياة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يحتك بالحياة، تواجهه تجارب حلوة مرة، شيئا فشيئا تتكون ذاكرته. هاي الذاكرة اللي تكونت تعتبر الموجهة لهذا الطفل طيلة حياته. عندما يكبر في مرحلة المراهقة، في مرحلة الشباب، في مرحلة الكهولة، في مرحلة الشيخوخة، هاي الذاكرة توجه. هذا الطفل يعتمد على مخزون من التجارب التاريخية. في كل موقف بعد ما يحتاج أن يفكر من جديد، هذا عنده مخزون من التجارب، اعتمادا على تلك التجارب يتخذ موقف آني فوري. في بعض الأحيان هذا الإنسان الذي تكونت عنده هذه الذاكرة يفقد ذاكرته. تعلمون ما الذي يحدث الآن؟ هذا المرض المنتشر المعروف الذي يقال له زهايمر يفقد ذاكرته. ما الذي يحدث؟ هل رأيتم إنسان فقد ذاكرته؟ ينسى معلومات شيئا فشيئا. أصدقاؤه الذين عاش معهم عمرا يراهم لا يعرفه عندما المرض يتطور. شيئا فشيئا ينسى أقرباءه القريبين، يشوف ابنه لا يعرفه، ينظر إليه نظره إلى غريب، أول مرة يشوفه، يعيش في عالم جديد، كل ظاهرة تكون جديدة عليه. في بعض مراحل تطور المرض ما يتمكن أن يتعامل مع أبسط قضية في الحياة، يعني تخلون أمام الطعام حتى يأكل يتحير كيف يأكل هذا الطعام، ما يعرف أن يرفع الملعقة إلى فمه ليتناول الطعام، يريد أن يبدل ثيابه تأتون له بثوب حتى يبدل ثوبه، يتحير كيف يبدل هذا الثوب، كيف يخلع ثوبه وكيف يلبس الثوب الجديد. أمة بلا تاريخ كفرد بلا ذاكرة. هذا التاريخ يوجه الأمة، هذه الأمة مرت بمنعطفات، هذه الأمة مرت بتجارب، يجب أن تستفيد من هذه التجارب، ما يمكن كل يوم أن نبدأ بتجربة جديدة، ما يمكن أن نبدأ من حيث بدأ الآخرون. إذا كنا نبدأ من حيث بدأ الآخرون الحضارة ما كانت تتكون، هاي الحضارة. إذا كنا نبدأ كل واحد كان يبدأ من حيث بدأ الآخرون ما كانت هذه الحضارة.
الحضارة بدأت وتكونت لأن كل فرد بدأ من حيث انتهى الآخرون، لا من حيث بدأ الآخرون. إحنا ما يمكن نلغي التجارب التاريخية، يجب أن نلاحظ التجارب التاريخية، يجب أن نلاحظ ما الذي جرى في التاريخ. ما يمكن أن نغمض أعيننا ونسد الستار من القداسة المصطنعة على جميع الشخصيات التاريخية وعلى جميع الرموز التاريخية ونقول معلن. لازم نلاحظ، يجب أن نفكر، يجب أن نعتبر. لماذا القرآن الكريم يقول فاعتبروا اعتبار؟ الخطبة الفدكية تتناول تلك الحقبة التاريخية المهمة، تعطيك رؤية، تبين لك الخط الذي مثله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وتبين لك الخط الذي انتهجه الخط الآخر، منهج علي أمير المؤمنين ومنهج الخط الآخر. في الخطبة الفدكية والخطبة الأخرى التي ألقتها سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها تبين الخطين، تبين ملامح الخطين، تبين معالم الخطين. إحنا لا نتصور أنه هؤلاء كانوا أفرادا فقط، قضية تاريخية لها حيز زماني معين وانتهت. لا، ما انتهت، القضية مستمرة. خط الشعراء عندهم التفاتات لطيفة عندما تلاحظون أشعارها. ذلك المؤتمر الأول الذي عقد عقيب شهادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، من حصر في حدود المدينة المنورة؟ امتد عبر المكان وعبر الزمان. هذا خط. من ذلك المؤتمر امتد ذلك الخط حتى وصل إلى كربلاء. الشاعر يقول وما رماه إذ رماه حرمله، حرمله لم يكن هو الذي رمى الطفل الرضيع في كربلاء وذبحه من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى الأذن. هذا الطفل الرضيع ما ذبحه حرملة في كربلاء في عام 61 من الهجرة. وما رماه إذ رماه حرملة، وإنما رماه من مهد له. تمهيد هذا الخط. الشاعر يقول اليوم من إسقاط فاطمة محسنا سقط الحسين من الجواد صريعا. الإمام الحسين عندما سقط في كربلاء من جواده، هذا السقوط كان نتيجة ذلك السقوط، إسقاط محسن. الشاعر الآخر يقول وبكسر ذاك الضلع رضت أضلع في طيها سر الإله مصون.
الشاعر الآخر يقول: كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحوراء بها سلبوا. هذه القضايا لها امتدادات تاريخية. حتى الحاضر الذي نعيشه الآن، الإرهاب الذي يهدد، لا تتصورون أن الإرهاب يهدد العراق، يهدد المؤمنين في العراق. الإرهاب لا يعرف حدا، الإرهاب لا يعرف مكانا. الإرهاب إذا انطلق يدمر الجميع، كل الدول مهددة بهذا الخط الإرهابي. هذا الخط الإرهابي من الذي صنعه؟ هذا إلى جذور مختلفة، جذور سياسية، جذور اقتصادية، جذور اجتماعية. ومن أهم الجذور، دققوا، من أهم جذور الإرهاب الجذور الفكرية والعقائدية العقدية، القراءة الخاطئة للدين، تقديس شخصيات تاريخية ينبغي أن لا تقدس. الزهراء صلوات الله عليها في الخطبة الفدكية لماذا تؤكد؟ لماذا تعطينا الرؤية لهؤلاء الشخصيات التاريخية؟ لعوامل كثيرة، ومن جملة العوامل أن هؤلاء كانوا خطوطا. من اليوم الأول الخط الآخر بني على الإرهاب. اللي يعتقد بالخط الآخر، اللي يقدس الخط الآخر الذي بني على الإرهاب، لا تتعجبوا إذا كان إرهابي. الخط الآخر، لا تغمضوا أعينكم، من اليوم الأول بني على الإرهاب. الصديقة الكبرى صلوات الله عليها في خطبتها تبين منهج أمير المؤمنين ومنهج الخط الآخر. إذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يأتي: ولسار بهم سيرا سجحا، يعني سهلا. وتشير أيضا إلى الخط الآخر تقول: ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا. وذعافا مبيدا، السم الذي يقتل فورا، هذا يقال له ذعاف. هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون، غب ما أسس الأولون. غب يعني عاقبة. ثم طيبوا عن دنياكم نفسا، واطمئنوا بالفتنة جأشا، وأبشروا بسيف صارم خط العنف، وسطوة معتد غاشم، وبهرج شامل، واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا. الخط الآخر من اليوم الأول بني على العون في ذلك المؤتمر الذي عقد بعيد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، شهادة رسول الله. الرسول لما يقبر تركوا الرسول وذهبوا إلى ذلك المؤتمر للتآمر. من اليوم الأول ذلك المؤتمر بني على العنف وعلى الإرهاب. بريدة ابن الحصيب أو الحصيب لم يرضخ، فأمر الرجل بضربه وإخراجه من المدينة، ضرب وتسفير.
راجعوا كتاب المعارف لابن قتيبة صفحة 300. الحباب ابن المنذر من أعلام الأنصار، لأنه ما رضخ لهذا الخط، ما خضع، أخذ ووطئت بطنه، داسوا بطنه، وملأوا فمه ترابا وكسروا أنفه. راجعوا كنز العمال المجلد الثالث، وراجعوا الشرح الحديدي، شرح ابن أبي الحديد المجلد الأول صفحة 174. لا تتعجبون أن هؤلاء الإرهابيين لماذا يبقرون البطون، لماذا يقطعون الرؤوس، لماذا يفجرون السيارات المفخخة، لماذا يمثلون بالأبرياء، لماذا يقلعون عيونهم؟ أتبع هذا الخط، عندما تقدس هذا الرمز اللي رجل لصرف أنه ما رضخ لك يؤخذ، يطؤون بطنه، يملؤون فمه ترابا ويكسرون أنفه. طبيعي، هذا الإرهاب ابن شرعي لذلك الإرهاب. سعد بن عبادة زعيم الخزرج رفض أن يخضع. ماكو في الآن بلاد العالم معارضة تعارض الدولة، حرية، هذا ما رضخ لذلك الخط. تدرون النتيجة شنو كان؟ تصفية، قتل. قالوا الجن قتلوه ووضعوا بيتين على لسان الأجنة، قالوا إنه سمع الجن، سمع هاتف، سمع صوته ولم يرى شخصه وهو يقرأ هذين البيتين: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده. طبعا في كتاب العقد الفريد المجلد الرابع صفحة 247 يصرح بأن الرجل أرسل رسولا إلى سعد ليقتله إن لم يبايع، فلما أبى سعد قتله الرسول. مالك ابن نويرة لأنه ما خضع قتلوه، ونزى خالد ابن الوليد على زوجته في ليلة قتله، وجعلوا رأسه أثفية للقد، وأشعلوا فيها النار. يقولون ليش يشعلون النار؟ هؤلاء أولاد شرعيون لهذا الخط. ولسار بهم سيرا سجحا. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوصي حتى بقاتله، لاحظوا ذلك الخط ولاحظوا هذا الخط، يوصي حتى بقاتله ابن ملجم الذي هو أشقى الآخرين، يوصي به الإمام صلوات الله عليه. راجعوا مناقب آل أبي طالب جزء 3 صفحة 95، يقول: أطعموه، أسقوه، أحسنوا إساره. الإمام راجعوا نهج البلاغة يوصي بهذا القاتل، يقول: ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تمثلوا ولو بالكلب العقور. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلبة أو جلبة شعيرة، يعني قشر الشعيرة، ما فعل. الإمام مو حاضر حتى يسلب النملة جلبة شعيرة، قشرة شعيرة، مو يقتل نملة، الإمام ما يقتل نملة، لا يؤذيها بهذا المقدار. هذا منهج
إذا علي صلوات الله عليه هو الذي يلهمنا نستلهم من علي، هذا هو منهج. إذا الخط الآخر هو الذي يلهمنا، ذاك هو منهج. المنهج منهج الإرهاب، منهج التصفية، منهج القاتل، منهج السيف الصارم. عندما معاوية أراد أن ينصب يزيد ابنه خليفة على المسلمين دون رضاهم، يزيد اللي ما يملك أي مؤهلات، يقوم خطيب يقول أمير المؤمنين هذا، ويشير إلى معاوية، فإن مات فهذا، ويشير إلى يزيد، ومن أبى فهذا يخرج سيفه. يعني كل واحد ما يقبل تصفية. هذا مو منهج الجماعات الإرهابية الآن ويانا، أو تصفية كاملة. وأبشروا أو وابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم، مو فقط في تلك الفترة، دائما. ليش ما تلاحظون الجذور؟ بسيف صارم وسطوة معتد غاشم وبحرج شامل واستبداد من الظالمين. خط الاستبداد، خط المؤتمر الأول، خط الاستبداد، خط الفرض، خط إلغاء إرادة الأمة. نتمكن نعرض هذا النموذج للعالم. أكو الآن جماعات في بلاد الغرب كما نقل لي هدفهم الأول وهمهم الأول وكلمتهم شبه الوحيدة إحياء الخلافة. هذا نظام الخلافة تريدون أن تحيوه؟ عاقل يقبل أن يخضع لخط الإرهاب والعنف والتصفية التي لا تعرف حدا؟ التصفية مو فقط للآخرين، التصفية تبدأ بالآخرين ثم تنتهي إلى نفس الفرقة ثم تنتهي إلى نفس الجماعة. واحد يصف الآخر، لأن هذا خط يستمر يدوم ما إلى نهاية. هؤلاء المستبدون ما قتلوا أقرب أصدقائهم واحدا بعد الآخر. وسطوة معتد غاشم، معتد غاشم وبحرج شامل واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا. الاقتصاد يدمر كما تقول الصديقة الكبرى فاطمة في هذه الخطبة، الخطبة الثانية، وجمعكم حصيدا، يقتلون. فيا حسرة لكم وأنا بكم وقد عميت عليكم. فيجب أن نحلل التاريخ، يجب أن نبحث في التاريخ، لازم نشوف هذا هو المنهج هو الصحيح أو ذاك المنهج هو الصحيح. الرموز التي نقدسها يجب أن نلاحظها. أنتوا عندما تقدسون رمز معين، بعدين المجتمع، ابنكم، الجيل الناشئ يتخذ كل خطوة من خطوات ذلك الرمز منهجا، ويمكن في يوم من الأيام يقتلكم. مو يقتل الآخرين فقط، يقتل أبوه، يقتل أمه، يقتل أقربائه. هذا الخط ما إلى نهاية. فإذن نحن يجب أن نعيش التاريخ حتى نصنع الحاضر على أسس سليم، ونبني المستقبل على قواعد متين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.